لو الحكاية فيها إن فيجو لعب المباراة عايز شيرين تشتغل اللي هو بيفعلن أو أخلافه قيمة الخام في التلفزيون قيمة الخام للشيرين نفسه ده لا تتجاوز $100 بيدفع النادي للتلفزيون وياخد نسخة من قيمة من المباراة. العقد يتضمن البث التلفزيوني فقط لا غير. شال منه حظر الديجيتال الانترنت الموبايل اي كواليس خارج المستطيل الاخضر فهي ستطرح جميع هذه الحاجات تتم طرحها في المنصه قادمه باذن الله لتحقيق على سعر ولا في مداخيل اخرى للاتحاد. ضمن بنود العقد بند 11 في البند الثاني او رقم 11 في البند الثاني ان حرصنا ان بعد انتهاء الموسم في حال التسويق اي مباراه من هذه المباريات مباريات الدوري وليكن احد القنوات او احد الشركات تطلب شريك او مباراه معينه هيكون قيمتها بالتساوي ما بين اتحاد الكوره والتلفزيون بنسبه 50%. يعني بعد العقد بعد انتهاء العقد هو منتج يعتبر انت بعته لاتحاد الكوره بعته لاسف الاتحاد انزع التلفزيون لكن رغم ذلك احنا حريصين ان احنا نحقق اكبر مكاسب منه. فبعد انتهاء اي مباراه ستذاع على احدى القنوات ستباع بخلاف التلفزيون على احدى القنوات او احدى الجهات يبقى 50% للاتحاد و50% للاتحاد الكوره.